بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. امبارح كنا بنحتفل بيوم الطبيب المصري 18 مارس، يوم لمهنة هي الأقدس والأسمى في حياتنا جميعا، مهنة الطبيب. التاريخ ده صادف افتتاح أول مدرسة للطب في مصر، تحديدا يوم 18 مارس 1827. الطبيب الفرنسي كلود بيك اللي كان بيعمل مع محمد علي افتتح أول مدرسة علمت المنطقة كلها علوم الطب. مهنة مهمة ومقدسة. امبارح كان في احتفال خاص جدا، تكريم لرموز المهنة، تكريم للشهداء اللي سقطوا للدفاع ومواجهة فيروس كورونا. امبارح نقيب الأطباء اتكلم عن 700 شهيد وطبيب وطبيبة في معركة مواجهة كورونا. تفاصيل أكتر حوالين هذه الاحتفالية مع أحد المكرمين اللي هيكون معانا في استوديو صباح الخير يا مصر، الدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، وهو أحد الأطباء الذين كرموا في احتفالية نقابة الأطباء امبارح. أهلا بك يا فندم، ألف مبروك التكريم، وكل سنة وحضرتك وكل أطباء وطبيبات مصر بخير. الله يخليك، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين وبالاستاذه جومانا. يعني انا سعيد ان انا موجود مع حضراتكم دلوقتي، وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب واحنا اسعد. الطبيب، قبل ما اتكلم على الاحتفاليه بتاعت امبارح، في تراثنا الشعبي كده وثقافتنا بنقول عليه الحكيم. يعني المصريين دايما من زمان يقولوا الحكيم، هو مش بس بيقدم علاج، لكن هو من منظور المجتمع هو الرجل الحكيم دايما. ربنا يخليك. ويا اسمها دار الحكمه كمان، النقابه بتاعتنا اسمها دار الحكمه. لانه الـ 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 العلاج مش بس ادويه، انما فهم للمريض وتعامل مع المريض بحكمه وتعامل مع المشكله بحكمه. فالحقيقه احنا سعداء جدا بالتراث الشعبي بتاعنا، انه الطبيب كان اسمه الحكيم. ولغايه دلوقتي صحيح، وكان في النبطشات يقول لك الحكيم باشا. مش عارف يعني. صحيح. ربنا يبارك يعني ويقدرنا ويصلح الاحوال، لانه احنا في تحديات كتيره جدا دلوقتي طبعاً. يعني الحقيقه طبعا. طيب دكتور اسامه، طبعا بنبارك لحضرتك مره تانية. ربنا يخليك. ويعني حابين نعرف من حضرتك عن تكريم امس واسباب تكريم حضرتك امبارح. الله يخليك. لا يعني انا طبعا بشكر الدكتور حسين خيري ومجلس النقابه كله على قرارهم بتكريمي في يوم الطبيب امبارح. أنا في النقابة، قعدت في نقابة الأطباء من 2013 ل 2021، تم انتخابي دورتين متتاليتين في وقت كان دقيق جدا، وقت كورونا. ده حقيقي. ففترة كنت وكيل النقابة، وآخر فترة كنت أمين عام. انتهت في أكتوبر اللي فات. فالحقيقة السنة اللي فاتت دي كانت سنة حساسة جدا، لأنه زي ما حضرتك بتقولي كده، مواجهة الكورونا ودور الأطباء والشهداء اللي سقطوا، ونعمل ايه مع الشهداء بتوعنا. يعني الحقيقه كانت يعني تحدي قوي جدا 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 للمنظومه الصحيه كلها وللاطباء طبعا وزملائنا في المهنه، يعني التمريض وكل اعضاء الفريق الطبي يعني. فالنقابه كان ليها دور قوي جدا يعني. والاطباء الحقيقه، وانا كنت سعيد جدا امبارح بوجود طبعا الدكتور عوض تاج الدين مستشار فخامة الرئيس. صحيح. وقال كلمة هامة جدا، يعني نقل تحيات السيد الرئيس للأطباء، لأطباء مصر كلهم، ووجود معالي الوزير دكتور خالد عبد الغفار. يعني الحقيقة يعني اتكلم كلام منتهى الصراحة. وأسعدني أكتر بقى الجملة اللي قالها، إنه السبب يعني تحدي كورونا في أنظمة صحية في العالم. صحيح. دول متقدمة، متقدمة جدا، متقدمة جدا. احنا شفنا اللي حصل في إيطاليا، في إنجلترا وفي إيطاليا واليونان، أنظمة تهزت. الحقيقة هو قال جملة عجبتني جدا، أنا بقدرها ليه، أنه من أهم الأسباب أو السبب الرئيسي في أنه النظام الصحي قدر يعني يواجه الكورونا هو الطبيب المصري. الأطباء يعني فعلا، مش عشان أنا أمين عام، يعني أدوا ملحمة. صحيح. على مستوى مصر كلها. طب حابين نعرف تفاصيل الملحمة دي، لأنه سر النجاح ومواجهة كورونا من قبل الجيش الأبيض كان في الطبيب
وفي الإدارة الطبية كمان، يعني إدارة المنظومة نفسها لمواجهة كورونا. امبارح احنا سمعنا نقيب الأطباء بيتكلم عن سقوط 700 شهيد صحيح وطبيب وطبيبة خلال سنتين، وده رقم كبير، وكان الأطباء بيقدموا يعني أرواحهم عشان يحموا الناس والمرضى بشكل كبير. أهم أو أبرز مناطق القوة الخاصة بالنظام الصحي المصري بالطبيب المصري لمواجهة كورونا؟ إنه فعلا الطبيب ما كانش في أي درجة من درجات التردد، صدقني يعني أنا أعرف نماذج كثيرة جدا جدا، واحد يعني كان الطبيب يعني يخلص نبطشياته ولو في نبطشية ناقصة يكمل نبطشية تانية. يعني مبادرات الأطباء في المحافظات بالذات بقى يعني في ربوع مصر كلها صحيح. كان في مبادرات شخصية كتير، النقابات الفرعية كانت بتعمل بتوفر مع الدولة، يعني بتوفر أدوات حماية، ماسكات، الكحول، مش عارف ايه، ويوفروا أجهزة أكسجين، اسطوانات أكسجين. يعني كان الحقيقة المبادرات الشعبية والمبادرات الجمعيات الأهلية صحيح. يعني الشعب كله، الحقيقة الشعب كله، كل الجمعيات الأهلية وكل النقابات الفرعية في المحافظات وفي القرى وفي النجوع، الناس كانت بتتضامن مع بعضها بشكل رائع مع الدولة، مع دور الدولة، لأنه ما هو لو دور الدولة لوحده، احنا شفنا دور الدولة في إيطاليا ولا اليونان ولا غيرها. فمصر فعلا تميزت بالدور الشعبي والدور الأهلي والأطباء وأفراد الطاقم الطبي في المحافظات والقرى والنجوع وفي كل حتة. يعني وده قاله معالي الوزير امبارح، وأنا كنت سعيد جدا أنه ده من أهم أسباب صمود مصر صحيح. قدام الجائحة دي. طيب دكتور أسامة، طبعا ده سبب مهم جدا أنه المنظومة الصحية تقدر تصمد أمام جائحة كورونا، لكن كمان أكيد في أسباب أخرى متعلقة بهذا الصمود. عايز أعرف من حضرتك أنه إيه اللي اختلف في المنظومة الصحية في مصر؟ يمكن إحنا طول الوقت بنتكلم عن التطوير اللي بيحصل، لكن ليه وفتة وملك في المدينة حضرتك معنا، ونعرف منك إيه اللي اختلف في هذه المنظومة في الوقت الأخير؟ شوفي، يعني أنا متفائل جدا بالتغييرات اللي بتحصل في الواقع المصري دلوقتي. يعني نمرة واحد وجود الدكتور أشرف حاتم على رأس لجنة الصحة في مجلس النواب، وكان موجود امبارح في الاحتفال. الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ومكلف بوزاره الصحه. الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس. السيد النقيب في نقابه الاطباء. لما كل الاطراف بتاعه المنظومه الصحيه تبقى متعاونه يبقى احتمالات النجاح عاليه جدا. بدون تعاون احتمالات النجاح تبقى صح. يعني مش عايز اقول يعني صفر. يعني كان في تاكيدات يعني طول الفترة القصيرة الأخيرة دي، قمة التعاون ما بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة. المفروض إن ما يبقاش في أي كونفليكت أو صراع، كله بيتعامل يعني إحنا بنكمل بعض. إنما لما ألاقي في صراع بين الجامعة وبين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، بين الوزارة وبين النقابة، ده تفتيت للجهود ويعني لن يعود بالخير على الأطباء. تمام. احنا معانا دلوقتي على الهواء مباشره الاستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه والوقايه على الهواء مباشره. صباح الخيرات يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. بمناسبه يوم الطبيب امبارح، يوم مهم جدا، مهنه مقدسه كلنا يعني بنشعر وبننظر اليها كده بفخر واعتزاز. بدايه تحب تقول ايه يا دكتور في يوم الطبيب او كلمه اولا؟ كل سنه حضراتكم طيبين بمناسبه يوم الطبيب وبمناسبه ايام المباركه اللي احنا كلنا بنعيش فيها. بحيي حضرتك استاذ محمد واستاذه جمانه، بحيي ايضا طبيب متميز كاستاذ وكعالم وكخبير وكنقابي، وطبعا عمال يعدد مزايا ما قامت به النقابه، وايضا بيتكلم الدكتور اسامه الحقيقه على الانجازات الكبيره التي تمت والحاجات اللي سالوا عليها اللي هي سر نجاح المنظومه المصريه، واللي انا بسميها التجربه المصريه الرائده في اداره ازمه كورونا. هي مثلث حضرتك، المثلث ده تبنته الدوله، وكان سياده الرئيس على راس هذه المنظومه، الحكومه واللجنه العليا لاداره الازمه، وكل الجهات في مصر ساهمت في هذا،
وبدون شك، ودي انا قلتها في كلمتي امبارح نيابه عن فخامه الرئيس، ان مصر استطاعت ان تعبر هذه الازمه بكل مكوناتها الحقيقه، لكن الاطباء وسياده الرئيس بعت لهم كل تقدير وحب واعزاز على الدور البطولي الحقيقي اللي قاموا بيه هم كل الكوادر الطبيه خلال الازمه اللي فاتت. احنا لم نعاني سيادتك، ودي نقطه مهمه قوي، يعني انت عندك ازمه، الازمه دي بتديرها الدوله وبيعمل بها المؤسسات اللي هي المستشفيات. حضرتك بتفرى في تجهيز البنيه التحتيه المؤسسيه لكل المستشفيات التي ساهمت في اداره الازمه وعلاج حالات كورونا، سواء مستشفيات حكوميه او مستشفيات جامعيه وايضا بعض المستشفيات الخاصه. لم نعاني من ادويه، كل شركات الدواء في مصر 152 شركه ساهمت في انتاج كل الادويه التي نستخدمها سواء في علاج الاعراض او المضاعفات. حتى الادويه التي تعالج الفيروسات الجديده التي ظهرت انتجت في مصر، وده بدعم جدا من الدوله الحقيقه وتسهيل مهامها، لان الادويه كانت بتسجل تسجيل طوارئ في خلال اسبوعين الدواء بيطلع ويبقى متداول بكل تاكيد على فاعليته وامانه. جهاز التنفس الصناعي في مصر لم نحدث فيه اي نقص، بل نقطه مهمه جدا. خربط حاجتين ببعض عشان حضرتكوا بس تبقوا عارفين الفكر السياسي المصري بيتحرك ازاي. اتفضل. يعني في فتره كبيره جدا، يمكن حوالي سنه او سنتين، السيد رئيس الجمهوريه طلب بانشاء صوامع جديده بامكانيات هائله في مصر على التوازي. النهارده لما بقينا يعني في احتماليه يكون في مشكله في القمح نتيجه للحرب الروسيه الاوكرانيه، الصوامع دي بتخدم مصر خدمه كبيره جدا. الرئيس كان بيتابع يوميا ولو تابع عدد اجهزه التنفس الصناعي المتاحه، احتياط استراتيجي من الاجهزه والمعدات والادويه. انما بما اننا في يوم الطبيب بقول لكم بكل امانه، يعني انا احد زملائي في احدى مستشفيات الصدر في مصر كان بيكلمني بيقول لي كل سنه وانت طيب، كان في عز الازمه بتاعت كورونا وكان عيد الاضحى المبارك. قلت له بلغ زمايلنا جميعا ان انتوا ناس دكاتره اكفاء جدعان شجعان بخبره كبيره جدا. يعني عايز اقول لكم ان احنا لما انشانا اول وحده رعايه مركزه للامراض التنفسي في مصر من سنه 84، ما كانش بلاد كثيره في العالم او لم يكن هناك كثيرا اي وحدات بهذا المنظر. الوحدات دي لما طلعت اتدرب فيها اجيال من المصريين بيعملوا في جميع مستشفيات الامراض الصدريه او التنفسيه في مصر، بيعملوا في كل الجامعات المصريه في مختلف المحافظات، بل وبيعملوا في المنطقه العربيه وفي بلاد اخرى كثيره. صحيح. صحيح. هذه الوحدات نفعتنا كثيرا جدا جدا جدا. ادي واحد. نمره اثنين، لما بدانا الازمه وقبل ما تبدا الازمه، ما هو الطب فيه وقايه وفيه علاج. جزء وقايه ان احنا بدانا نشتغل قبل ما تيجي الحالات. صحيح. قبل ما يحصل اي تسجيل لحالات كورونا في مصر. وعندما عرض على السيد الرئيس ان احنا نجهز المدن الجامعيه لعزل الحالات، وهي 9000 الحالات في اسبوع او ماكسيمم 10 ايام، كان كل المدن الجامعيه بتشتغل مجهزه انها تستوعب الاف من الناس. صحيح. في مرحله العزل للحالات. انشئت مستشفيات ميدانيه. يعني جامعه عين شمس عملت مستشفى ميداني جنب عين شمس التخصصي. القوات المسلحه جهزت مركز المعارض في مدينه نصر بسعه هائله وجهز تماما بكل الامكانيات. الاكسجين كان طفره كبيره جدا في صناعه الاكسجين في مصر. اقول لكم سر يمكن ما حدش يعرفه. اتفضل. مصانع الحديد في مصر بتحتاج عندها مؤهله انها تعمل اكسجين صناعي، اللي هو الاكسجين في صناعه الحديد. احنا لما قعدنا مع والوزاره قعدت مع مصانع الحديد، جزء من امكانيات هذه المصانع تحول في فتره قصيره جدا الى اكسجين طبي. يعني بقى جزء منه اكسجين صناعي عشان الصناعه لا تتوقف، وجزء من الاحتياط الاستراتيجي في الاكسجين
صناعته مصانع الحديد غير المصانع المصريه المتاحه. يمكن يا دكتور فعلا كان في تحرك سريع جدا من الدوله يعني على محاور مختلفه، يمكن كمان كان في خطه استباقيه مثلا زي 100 مليون صحه والقضاء على فيروس سي، اللي لولا ان احنا كنا ابتدينا بالفعل وخدنا فيها خطوات كبيره كان اعتقد الوضع عندنا هيبقى اصعب. بس زي ما حضرتك قلت يا دكتور، هي احنا عندنا جندي في الجيش، عندنا جندي في الشرطة المصرية، عندنا كمان الجيش الأبيض. فإحنا بنتكلم عن كل ما قدمته الدولة في المنظومة الصحية، وقد إيه الأطباء زي ما حضرتك قلت كانوا أكفاء وكانوا شجعان وكانوا جدعان زي ما حضرتك قلت، لازم كمان يكون في مردود ليهم هم كمان عشان يقدروا يخدموا بشكل قوي زي ما شفنا في الفترة اللي فاتت. عايز أعرف من حضرتك يا فندم إيه أهم المزايا اللي الدكاترة حصلوا عليها مؤخرا لتحسين أوضاعهم، وإيه كمان اللي جاي؟ شوفي يا أستاذة جمانة، الطبيب زي حضرتك الإعلامي محتاج إمكانيات وطاقات وخبرة عشان يوصل إلى مرحلة من الأداء المتميز. طبعا. الجزء الأولاني هو المؤسسة اللي بيشتغل فيها، إذا لم يكن الدكتور عنده التولز اللي يقدر يشتغل بيها والإمكانيات والطاقات وتبقى مجهزة تماما عشان يعمل في بيئة مؤسسية جيدة، مش هيقدر يمارس مهنه، ويمكن دي كانت جزء من مشاكل الأطباء قبل كده. وعشان كده الطفرة اللي بتحصل في تجهيز المؤسسات الطبية في مصر كانت طفرة كبيرة جدا. الجزء الثاني أنا هصل الإجابة اللي حضرتك عايزينها، لكن الدكتور بيبقى عايز ثلاث حاجات، عايز مؤسسة، عايز الناس تتعامل معاه، لأن في بعض الحاجات اسمها حضرتك حاجات طبعا شاذة ان الناس تروح تعتدي على مستشفى وتعتدي على طبيب وحاجات. طبعا احنا بنقدر كثيرا شعور الناس، لان الدكتور صحيح. بيتعامل مع الناس في ظروف صعبه جدا، سواء ظروف مرضيه او ظروف طوارئ او ظروف حوادث او ظروف كوارث زي اللي احنا فيها بتاعت وباء الكورونا. طبعا الناس يعني لما شافوا في مراحل معينه والدنيا مقلوبة والحالات بتبقى شديدة وفي حالات تخش المستشفيات وحالات تخش رعايات وحالات بتتوفى إلى رحمة الله، لما حد كان بيجي له كورونا كان بنك يعني عنده حالة من القلق الشديد جدا هو وأسرته كلها. الطبيب هو اللي في وجه هذه الحالة، واقف يستقبل الناس أو ناس أهل أصيب في حادثة أو أمهات لأطفال مرضى. صحيح. فالطبيب الحقيقة فنم في جزء غير مرئي الحقيقه، يعني انا بكلمكم كطبيب واسامه عارف الكلام ده، الطبيب بيتفاعل مع الحاله ليس فقط من الناحيه الفنيه انه يكشف ويكتب علاج او يكشف ويعمل عمليه جراحيه، احنا بنتفاعل مع المريض ومع اسرته، يعني مطلوب مننا ان انا وده بيمثل دكتور عبء شديد جدا، وفي نفس الوقت الاسره المضطربه صحيح. او القلقانه او اللي في حاله هلع ان انا اتعامل معاها. ده بيمثل طبعا زي ما حضرتك قلت عبء على يمكن الناس ما تاخدش بالها منها، احنا ساعات بنشوف العيانين ونروح البيت نفكر فيهم طول الليل، وساعات نتصل بيهم نطمئن عليهم، وطبعا الاتصالات لا تتوقف، الاف الاتصالات وعلى الواتساب وعلى وعلى الايميل عشان الناس تتواصل معاها. النقطة الثانية بقى الحاجة سألتيها لسه ما كملتش عليها، والنقطة الثانية بقى يبقى إذا احنا محتاجين مؤسسة، والدولة بترعى هذا حاليا صحيح. وأعتقد مع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل تدريجيا صحيح. المؤسسات بيحصل فيها عملية تطوير وتجهيز. أنا قلت امبارح في كلمة نيابة عن سيادة الرئيس إن ما ضخ من أموال في دعم الرعاية الصحية خلال السنتين اللي فاتوا دول لم يحدث في تاريخ مصر. صحيح. فاضل بقى الحته الثالثه المهمه قوي، الدكتور ده انسان طب. ومحتاج دخل ومحتاج يعيش حياه كريمه، فهي دي النقطه اللي الدوله ايضا بتسعى اليها ونسعى اليها والنقابه طبعا بتسعى اليها جميل. ان يحصل تحسين في دخول الاطباء سواء بصوره صحيح. مباشره او غير مباشره. بنشكر حضرتك دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية على هذه المداخلة، ونعود مرة أخرى لضيفنا الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء السابق. وهبتدي مع حضرتك من آخر كلام دكتور عوض تاج الدين فيما يتعلق بالعنصر البشري الطبيب. صحيح. أكيد الطبيب في اليوم العالمي واليوم المصري للاحتفال بالطبيب بينظر أنه عايز يرتقي بحياته
بمستوى، لأنه بيواجه مخاطر كتيرة جدا زي أي إنسان في الدنيا عايز يرتقي اجتماعيا وماديا بشكل كبير. السؤال اللي بتسأل دايما، أحوال الطبيب شايفها إزاي؟ إلى أي مدى حصل طفرة خلال الفترة اللي فاتت في دخول المخصصة للأطباء المصريين؟ هو ده الحقيقة، ده الكلام العملي والمهم قوي في الموضوع، أحوال الطبيب والأسباب اللي بتدفع الأطباء أو شباب الأطباء دفعا للهجرة، وحذر من ده. في دول كتيرة دلوقتي فاتحة باب الهجرة عشان تستقطب الأطباء المصريين، حتى الدول الأوروبية مش الخليج. يعني إنجلترا وألمانيا فاتحة الباب على الآخر لأطباء مصر. ده من زمان الحقيقة يا دكتور، مش من دلوقتي. ده كان من زمان، بس حتى من دلوقتي بقى لغوا. كان إنجلترا مثلا لازم تنجحي في امتحان الآيلتس، المعادلة بتاعت اللغة، ده اتلغى وعملوا امتحان بسيط قوي، اللغة بتاعت المهنة، التعبيرات الطبية للتسهيل، لأن هم محتاجين شباب أطباء مصر. فالكلام ده هو ده الكلام المهم. احنا محتاجين ثلاث حاجات للأطباء: التعليم والتدريب، ظروف العمل والاعتداءات واللي بتحصل في المستشفيات والكلام ده، مرتبات الأطباء، دخلهم المادي. الحقيقة المحور الأولاني التدريب والتعليم، كان في أزمة شديدة جدا السنة اللي فاتت، الدفعة وبرامجكم حضراتكم استضافتوا كتير، وصار جدل كبير جدا مع الوزيرة السابقة حوالين أزمة التكليف والدفعة الجديدة والتخصصات وبتاع، والحقيقة أصرت بطريقة غير مرضية لشباب الأطباء أبدا السنة اللي فاتت. السنة دي الوزارة ومعالي الوزير بيجري حوار مع الدفعة الجديدة عشان لا تتجدد الأزمة ونوصل لأفضل حل، والنقابة متواصلة مع الخريجين الجدد ومتواصلة مع معالي الوزير، وفي تعاون وتفاهم شديد المرة دي، وأتمنى أنه ينجح ويوصل لأفضل صيغة ممكنة لتحقيق طموح الدفعة الجديدة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كان في أزمة في الزمالة المصرية والتعليم وتدريبهم، وكان طبيب الزمالة لأنه زي ما الدكتور عوض قال كده، أهم حاجة تهم الطبيب الشاب نمرة واحد التعليم والتدريب. فكان في أزمة شديدة في الزمالة المصرية، طبيب الزمالة ده أميز حاجة حصلت في الزمالة المصرية اللي بدأت منذ أكتر من 20 عام أيام الدكتور إسماعيل سلام، إنه كان الطبيب بيتدرب جزء من تدريبه في المستشفيات الجامعية وجزء من تدريبه في مستشفيات الوزارة. فأنت عارف حضرتك إيه الإكسبوجر ده، يعني بتاخد خبرات مختلفة من كل مكان، ده بيطلع دكتور أفضل وأشطر، بيصب في مصلحة الطبيب نفسه دكتور. طبعا. ففجأة من سنة ونص تاخد قرار بعدم تدريب أطباء الزمالة في مستشفيات الجامعة. كان قرار يعني ماشين جدا وما كانش ليه مبرر إطلاقا من وجهة نظرنا، يعني مش من وجهة نظر اللي صنع القرار. المرة دلوقتي رجع الأطباء بيتدربوا جزء من تدريبهم في الجامعات وجزء من تدريبهم في مستشفيات الوزارة ومستشفيات متميزة ومستشفيات أقل تميز، بحيث أنه تعمل روتيشن أو دوران للأطباء بحيث أنه كلهم يعني ينالوا فرصة للتدريب. الكلام ده أهم نقطة عند الطبيب الشاب. تاني نقطة ظروف العمل. تاني نقطة حضرتك قلت أول حاجة تدريب. أيوة. تاني حاجة ظروف العمل أو بيئة. ظروف العمل أنا عارف ومتابع كويس قوي أنه في البرلمان في مشروع قانون بتغليظ العقوبة، عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات. لا طبعا دي كارثة. إحنا بنقدر جدا انفعال أسرة أي مريض في الطوارئ، ولكن أنت لما تعتدي على الفريق الطبي وتكسر الطوارئ بتعطل أصلا علاج المريض بتاعك قريبك، بتشتت وبتعطل بقية المرضى. يعني ما هو ما حدش هيعرف يعالج بقية المرضى. فأنت في 100 طريقة لأخذ الحق، لو أنت حاسس بأي تقصير اشتكي، اشتكي في الإدارة، اشتكي في النيابة، اشتكي. إنما ممنوع منعا باتا العنف أو الاعتداء على الفريق الطبي. يعني هم حتى بيقولوا في العالم كله يقول لك زيرو توليرانس للفايولنس، يعني عدم تسامح، زيرو يعني زيرو تحمل، زيرو للعنف، مفيش غير مقبول. الدول حتى العربية لما ظهرت حكاية الاعتداء في المستشفيات، السعودية عملت 5 سنين سجن للي يستعمل عنف جوه مستشفى ومش عارف 100,000 ريال، الكويت 3 سنين سجن، العراق، يعني كل الدول. احنا البرلمان بتاعنا
في الأسابيع اللي فاتت كان بيناقش مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء. فتأمين بيئة العمل وتحسين بيئة العمل صحيح. وتطوير المستشفيات اللي أشار إليها الدكتور عوض دلوقتي ده من أهم ده الفاكتور نمرة 2 أو الموضوع نمرة 2 في تحسين أحوال الأطباء. الفاكتور نمرة 3 واللي لا يمكن نهمله بقى الأجور بقى الدخل. يعني لا يجوز أبدا طبيب قاعد ياخد نبطشية طبيب تبقى 20 أو 30 جنيه دلوقتي يعني ونبطشية الممرضة 17 جنيه في ده الأسعار الحكومية غير. وبالتالي الأطباء بيهجروا الشغل ده. يعني أنا عرفت دلوقتي أنه في دكتور واحد مثلا في مستشفى زي مستشفى أشمون المنوفية محافظة المنوفية في 4 أخصائيين تخدير في المحافظة كلها اللي على قوة العمل فيضطروا يتعاقدوا مع أطباء يجي من بره المستشفى يتعاقد بألف جنيه في اليوم أو 1400 جنيه والطبيب اللي بيشتغل بياخد 2300 جنيه في الشهر فتم ترفع ال 2300 دول يعني يقول لك هو مرتبات الدولة كده اعمل حاجة تانية بقى اللي هي غيرت مكافآت بدل النبطشية في كذا باب تقدر تتحرك فيهم لتحسين دخل الطبيب الشاب بحيث صحيح. انه ما يهجرش المستشفى الحكومي. لا دي نقطة مهمة جدا صحيح. يا دكتور لان احنا بنتكلم لما نيجي نتكلم على الطبيب الى حد كبير بيبقى يعني في ايده صحة ناس وارواح ناس لازم يكون ذهنه صافي يكون مركز يكون ما عندوش مشاكل في حياته ما طبعا يعني على الاقل يكون حتى حاسس بمردود الدور اللي بيقوم بيه لان احنا زي ما حضرتك قلت في الاول وفي الاخر بشر طبعا ده حقيقي ده حقيقي. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر مره ثانيه الدكتور اسامه عبد الحي الامين العام لنقابه الاطباء السابق واحد المكرمين باحتفاليه يوم الطبيب المصري. كل سنه وحضرتك طيب. الف شكر لحضرتك الف مبروك مره ثانيه وكل سنه وانتم طيبين. الف مبروك وكل سنه وكل اطباء مصر بخير.